مرحبا بك، تعرفنا على سيادتك. الله يسلمك. السيد بن عبد الحفيظ نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأولى سباتنا الجزائر، متعامل اقتصادي في كل المجالات. مرحبا بك. هل أنه هذه زيارتك الأولى لتركيا وإلا كان لك زيارات سابقة؟ لا، عدة زيارات، كونيا، بورصة، اسطنبول، أزمير. الله يسلمك. هذه أول مرة تحضر في المعرض؟ معرض طرب لأول مرة. أعطينا رأيك في الافتتاح اللي صار البارح. والله كان في المستوى من ناحية التنظيم، وما في حتى اسم تعليق. كيفاش سمعت باللي المعرض باش يصير؟ كيفاش وصلت للمعرض نتاعك؟ عن طريق الغرفة، الإيميل والهاتف. بخصوص اللقاءات الثنائية اللي صارت اليوم، هل أنه لقيت شركات تهتم لها؟ كاين ثلاث شركات، نعم كاين ثلاث شركات مهتم بها إن شاء الله. أنا والزملاء اللي معايا، والزملاء مروحة لثمانية شركات إن شاء الله نتعاملوا معاهم. تمام، يعطيك الصحة، عندك شي ملاحظات تحب تقولها؟ شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة. مرحبا بك. شكرا.